ما حكم من اعتمر ولم يحلق شعر الرأس وإنما اكتفى بتقصيص جزء من الرأس؟ تقصيص يكفي لكن يعمم الرأس. قال الله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين. التقصير يكفي عن الحلق، وإن كان الحلق أفضل، لكن يعمم الرأس، ما يأخذ من جزء من الرأس أو من جهة من الرأس يترك الباقي، يعمم رأسه بالقص. نعم.